السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ان شاء الله النهارده في الفيديو ده هنحل سادس مسألة في بروجكت اويلر، فخليكم معايا. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة بتقول لك ايه؟ بيقول لك لو انا جبت الاعداد من 1 لحد 10 وبعد كده ربعت كل عدد فيهم وجمعتهم فهيديك الرقم ده 385. طيب ولو انا جبت الاعداد ذات نفسهم اللي هو من 1 لحد 10 وجمعتهم وبعد كده خدت ربعت المجموع ده فهيديك الرقم ده اللي هو 3025. تمام. طب الفكره هو عايز ايه بقى دلوقتي؟ هو قال لك انا طبق لي القاعده ديت او طبق لي النظام ده بس على 100 عدد، على اول 100 رقم. تمام. طيب هو طبعا هو عايز بقى بعد ما انت ما تجيب المجموع اللي هو 3025 تطرح منه 3085 فيديك الرقم ده. هو عايز الطرح ما بينهم، الفرق ما بين المجموع تربيع ناقص مجموع المربعات. تمام. طيب طبعا هو دي الاثبات، انا كتبته كده في ورقه، صراحه انا كسلت ان انا اكتبه باللاتيك والكلام ده كله فكتبته في ورقه، هنشرحها في اخر الفيديو ان شاء الله. فتعال نشوف بس الحل. تمام. فطبعا الاند اللي عندنا هيبقى كام؟ عندنا هيبقى 100. تمام. طيب عندنا بقى النورمال سام سكويرد، ديت عباره عن ايه؟ نورمال سام سكويرد ديت اللي هو المجموع العادي اللي هو هنجمع الاعداد من 1 لحد 100 وبعد كده نربعهم. طب احنا خدنا قبل كده برضه، كان في مساله قبل كده اللي هو اول مساله في بروجكت اويلر كان بيقول لك اللي هو مجموع الاعداد. تمام. فدي اللي انا طبقته اللي هو اند في اند زائد 1 على 2. تمام. دي كده هيديني مجموع الاعداد من 1 لحد الاند بتاعت اللي هي 100. تمام. وبعد كده اقوم جاي مربعهم بقى عشان ارجع المجموع دي تربيع. تمام. طيب بعد كده عندك مين؟ عندك السم سكويرد سم، دي معناه ايه؟ دي بقى دي قانون تاني اللي احنا لسه نستنتجه، اللي هو القانون ده اللي هو عباره عن ان في 2 ان زائد 1 في ان زائد 1 على 6. تمام. اللي هو ده اهو. تمام. طبعا نفس الكلام بالظبط، فهترجع لنا الدولت، هترجع القيمتين الاثنين دولت، هدي لها الاند وبعد كده اعمل برنت. تمام. تعالى كده نشوف الحل، الرقم طلع كده. تعالى كده نشوفها، حل صح. تمام. وحلنا كده المسألة. طب تعالى بقى نشوف الإثبات جه ازاي، يعني القانون ده جه ازاي. احنا عارفين القانون ده قبل كده وشرحناه في بروجكت اويلر أول مسألة خالص، لو ما اتفرجتش عليها ارجع لها تاني. تمام. طيب إنما الحل ده جه منين؟ الحل ده جه كالآتي. طيب احنا طبعا عايزين ايه؟ نقول 1 تربيع زائد 2 تربيع زائد 3 تربيع وهكذا لحد ان تربيع. طيب في قاعده اللي هو فرق بين مكعبين، قانون فرق بين مكعبين. الفرق بين مكعبين اول حاجه بتشيل التكعيب يبقى ايه ناقص بي. تمام. في ربع، هو القاعده كده، ربع غير، ربع غير، غير الاشاره، اضرب، اضرب الاثنين في بعض، وبعد كده ربع، ربع سالب بي تربيع بي تربيع. فدي القاعدة اللي هو ربع غير اضرب ربع، ربع غير اضرب ربع. تمام. فدي كده القاعدة. طيب احنا بقى هنطبقها اول حاجة على ان تكعيب، فيبقى اول حاجة ان تكعيب الرقم اللي قبله ايه؟ ان ناقص 1، فيبقى ان تكعيب ناقص ان ناقص 1 برضك نفس الكلام، هتشيل التكعيب ناقص ان زائد 1. تمام. طبعا انا وزعت السالب فيبقى سالب ان زائد 1. تمام. وبعد كده ربع غير، ماشي غير الإشارة، اضرب اهو ان ناقص 1 ربع. تمام. وبعد كده نفس الكلام دي، فكيت الأجزاء ديت، فكيت الأجزاء ديت، ماشي يبقى ان تربيع، ان تربيع ناقص ان زائد ان تربيع ناقص 2 ان زائد 1، دي فك ان ناقص 1 لكل تربيع. وبعد كده جمع المتشابه فيبقى لك ان تكعيب ناقص ان ناقص 1 لكل تكعيب بيساوي 3 ان تربيع ناقص 3 ان زائد 1. تمام. ده هو القانون اللي احنا هنستخدمه ان شاء الله بعد كده في الايه، في الحاجات التانية عشان نثبت الباقي. طيب تعالى بقى نجرب مثلا على ايه، على ان ناقص 1 تكعيب ناقص ان ناقص 2 تكعيب. فهنعوض هنا بس ايه، لو انت جيت بصيت هنا هنعوض بس بان، شيل الان دهيت وحط ان ناقص 1. تمام. يعني لو احنا جينا شلنا كل ان هنا وحطيت هنا ان ناقص 1 فيبقى ان ناقص 1 تكعيب. تمام. ناقص ان ناقص 1 ناقص 1 هيديك ان ناقص 2 تكعيب. تمام. بيساوي 3 في ان ناقص 1 تربيع ناقص 3 في ان ناقص 1 زائد 1. تمام. نفس الكلام، شيل ان ديت وحط ان ناقص 2 فيبقى ان ناقص 2 تكعيب، ناقص ان ناقص 2 ناقص 1 يبقى ان ناقص 3 تكعيب، بيساوي 3 في ان ناقص 1 ناقص 2 تربيع ناقص 3 في ان ناقص 2 زائد 1، وهكذا لحد ما نوصل لرقم 3 تكعيب ناقص 2 تكعيب بيساوي الرقم ده، وان 2 تكعيب ناقص 1 تكعيب بيساوي الرقم ده، و1 ناقص 0 تكعيب بيساوي الرقم ده. تمام. طيب احنا لو جينا بقى، تعالى بقى نشوف ايه الباترن او النمط اللي ظهر عندنا. بص يا سيدي، لو احنا جينا بدأنا من اول هنا كده، من اول الجزء ده كده، فتلاقي عندك ظهر عندك ايه، اول حاجه 3 ان تربيع، وبعد كده 3 ان ناقص 1 تربيع، وبعد كده 3 ان ناقص 2 تربيع، وبعد كده 3
في 3 تربيع، وبعد كده 3 في 2 تربيع، وبعد كده 3 في 1 تربيع، تمام؟ الفكرة دي كلها معناه ايه؟ 3 في summation n تربيع، ما summation n تربيع او مجموع n تربيع معناه ايه؟ معناه 1 تربيع زائد 2 تربيع زائد 3 تربيع زائد هكذا زائد هكذا لحد ان ناقص 1 تربيع زائد n تربيع، وهو ده اللي بيتحقق عندنا، n تربيع ان ناقص 1 تربيع ان ناقص 2 تربيع وهكذا، تمام؟ طيب تعال نخش على الجزء الثاني كده. لو احنا جينا بصينا على الجزء اللي جنب ده اهو، هتلاقي اول حاجه عندك ان، وبعد كده ان ناقص 1 ان ناقص 2 يفضل شغال لحد 3 2 1، فدي سمشن ايه؟ دي سمشن ان، ما هو سمشن ان نفس الكلام بالظبط، تمام؟ اللي هو 1 2 3 ان ناقص 1 ان، تمام؟ طيب وبعد كده الواحد، هتلاقي الواحد بيتكرر بعدد مرات تكرار الان ديت، ماشي؟ كده خلصت من الجزء اللي على اليمين. نخش بقى على الجزء الشمال. احنا كده عرفنا ان احنا هنجمع، هنعمل عمليه جمع. طيب انت لو جيت بصيت هتلاقي مين؟ هتلاقي من اول الجزء ده كده، تمام؟ هتلاقي سالب ان ناقص 1 تكعيب بتروح مع ان ناقص 1 تكعيب مع الجزء اللي تحته، وبعد كده ديت سالب ان ناقص 2 كل تكعيب بيساوي بتروح مع ديت، وهيفضل ديت هتروح مع اللي قصادها هنا، وهكذا ديت بتروح مع ديت، ديت بتروح مع دي، فتلاقي ان كله بيطير، كله قاعد بيطير مع بعضه، وكله قاعد يعني ايه كل واحد بيلغي اللي قبله، تمام؟ كل واحد بيلغي اللي بعده، وهكذا يفضل شغال كده، تمام؟ فمش هيبقى لك مين؟ مش هيبقى لك الا ان تكعيب ناقص الصفر تكعيب، تمام؟ ان تكعيب ناقص الصفر تكعيب، تمام كده؟ طيب اي حاجه ناقص صفر بنفس الحاجه، تمام؟ فيبقى لك ان تكعيب، تمام؟ فيبقى عندك هنا ايه؟ ان تكعيب بيساوي 3 سمشن ان تربيع ناقص 3 سمشن ان زائد ان، ماشي؟ فاللي احنا عايزينه هنا، احنا عايزين سمشن ان تربيع، ده القانون اللي احنا عايزين نوصله، فخليها زي ما هي في وحدها في طرف كده، ودي اللي حواليها كلها او اللي جنبها دول في الطرف الثاني، فيبقى عباره عن 3 سمشن ان تربيع، ودي ده باشاره مخالفه يبقى ان تكعيب زائد 3 سمشن ان، طيب زائد ان ديت وده باشاره مخالفه يبقى ناقص ان، تمام؟ طب طبعا احنا عارفين القانون اللي هو سمشن ان ديت هنفكها، فاحنا عارفين القانون بتاعها اللي هو ان في ان زائد 1 على 2. طيب احنا نضرب اضرب المعادله اللي فوق دي كلها في 2، فيبقى عندك 6 سمشن ان تربيع بيساوي 2 في ان تكعيب زائد 3 ان في ان زائد 1 ناقص 2 ان. التلاتة طبعا ديت اللي هي بتاعت التلاتة دي، ما هو كان في 3 قبل السمشن، تمام؟ والاتنين ديت طارت لما انا ضربت المعادله كلها في 2، تمام؟ وبعد كده فك ديت بقى وجمع المتشابه كده، تمام؟ فيبقى لك مين؟ هيبقى لك 6 سمشن ان تربيع بيساوي 2 ان تكعيب زائد 3 ان تربيع زائد 3 ان ناقص 2 ان، تمام؟ لو احنا جينا خد طبعا دي هيروح مع دي هيبقى لك ان بس، تمام؟ لو جينا خدنا ان مشترك فيبقى ان في 2 ان تربيع زائد 3 ان زائد 1، تمام؟ وبعدين بعد كده الجزء ده هو الجزء ده ممكن يتحلل، ممكن يتحلل حصل ضرب عددين، فيبقى عباره عن مين؟ 2 ان زائد 1 في ان زائد 1، تمام؟ اللي هو ده. وبعد كده طبعا نقسم على 6 بقى، فيبقى المعادله كلها سمشن ان تربيع بيساوي ان في 2 ان زائد 1 في ان زائد 1 على 6، وده اللي هو عايز وده اللي احنا عايزين، بس هي دي القاعده. الميزه طبعا انت هتقول لي طب ليه اللعبه كده كلها والكلام ده كله؟ الفكره انت لما بتطبق يعني ايه قانون شبه ده، او يبقى عندك قانون انت تطبقه احسن بكتير من ان انت تعمل لوب. يعني لو انت استخدمت القانون ده بيبقى ما فيش وقت اساسا الكمبيوتر بياخده عشان يحسب الحسابات دي، بيبقى حاجه كده. لو انت مثلا يعني عارف الحاجات دي اسمها بيج اوف 1 يعني، او كونستنت تايم، او زمن ثابت، يعني بياخد زمن ثابت في الحساب دي بتاعه ديت او في العمليه بتاعته ديت، وبالتالي دي مش هياخد منه وقت خالص، تمام؟ يعني لو انت جيت حطيت هنا يعني مثلا شوف اهو مليان اهو في ثانيه، يعني شوف يعني في ثانيه انت شوف الرقم انا مش عارف اعده اساسا، تمام؟ فهو في ثانيه بيحسب، فدي الفكره يعني، تمام؟ فاحنا دايما في بروجكت اولا عايزين نوصل احسن حل على قد ما نقدر، يعني على احسن حاجه على قد ما نقدر، تمام؟ بس فهو ده حل المساله. يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه، ويا ريت لو لسه ما اشتركتش معانا في القناه تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير مع اصحابك، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا سلام عليكم.